زيرو وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 9 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، 8 دقائق 10 ثواني على انتهاء زمن احداث الكوارتر الاول. اوتسايد اهلاوي ايهاب امين، لكن قطع عمرو زهران كويس وبيلحق احمد حمدي اللي بيطلع كيك اوت لايهاب امين. مايكل تومسون 4 ثواني وخطا شخصي الثالث على فودا رقم 11 و اوتسايد اهلاوي مره ثانيه. مايكل تومسون اللي هيطلع الاوت. مايكل يسلم لايهاب امين. ايهاب عايز يخترق ويعمل بنتريشن يطلع لعمرو زهران، واحد على واحد عمرو بتاعته، عمرو وقف الشوط ما نجحش في التسجيل، لكن على طول عمر طارق من اعلى نقطه بليسن كده وينجح في تسجيل نقطتين كمان. لم يفتتح نادي القناه اي احداث او اي نقاط في احداث هذا الكوارتر. صلاح، محمد صلاح لفودا، فودا استنى على طول بيسلم وتراي على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، على طول يلم مايكل مايكل تومسون، مايكل لايهاب امين، ايهاب تراي على الباسكت مع عمر معاه اجوجو اللي بينجح ياخد منه خطا شخصي على عمر اجوجو رقم واحد، واوت سايد لصالح النادي الاهلي، والخطا الشخصي القادم على نادي القنال برميتين حرتين. ايهاب امين هيطلع الاوت لمايكل تومسون، بدأ الهجمه مايكل لف له حلوه قوي وفضى نفسه بطريقه حلوه قوي احمد حمدي، لكن ما بينجحش في التسجيل. عمر طارق على السكند شوت واصابه كده، سلامات سبرين انكل لعمر طارق، سلامات لعمر طارق، نشوفها مع بعض في الاعاده. كابتن احمد مدبولي يستدعي الجهاز الطبي، الف مليون سلامه لعمر طارق. ان شاء الله نطمن عليه يعني في اللحظات دي، هقول لحضراتكم لان ما لحقناش نقول تشكيل نادي هيئه قنال. فودا رقم 11، احمد جابر دبل زيرو، عمر اجوجو 1، عمر غنيمه 24، ميدو ابو خضره رقم 7، محمد صلاح 2، الاوني 14، حازم غراب 0، عبد الله ابراهيم 12، مصطفى رزق ناشئ من تحت 20 سنه رقم 34، وخالد مفتاح 21، ومحمود اوشا رقم 55. الإدارة الفنية والقيادة الفنية للكوتش محمد بهناسي، والمدرب العام خالد يسري، والإداري مدير إداري كابتن محمد شوقي، إداري أشرف سعيد. ده تشكيل نادي هيئة قناة السويس. أما تشكيل نادي الأهلي النهاردة، مايكل تومسون رقم 22، مودي الجرحي الكابيتان ورقم 10، بودي حسام رقم 1، عمر عزب 3، عمرو زهران 0، عمر طارق 55، أحمد حمدي 33، مهيب رقم 14، ايهاب امين 4، ابراهيم الجمال 9، وعبد الله ناصر 34، ومؤمن خيري 41، ودول مصعدين من تحت فريق 20 سنه. قام عمر طارق بالسلامه، سلامات لعمر. القياده الفنيه للسنيوري اوجستي جولبي بوش، وعاونه الكابتن احمد الجرحي والكابتن رامد يسطي، المدير الاداري هو الكابتن طارق الغنام، والاداري الكابتن وليد الخراط. سلامات لعمر طارق، يعني الحمد لله ماشي كويس لو تابعناه في الكاميرا كده. سلامات لعمر طارق. يتلقى التحية عبد الله ناصر، هو اللي هينزل مكانه دلوقتي، او عفوا احمد